بعد جامعة تونسية لكرة القدم كانت أحالت مطلب عبد السلام اليونسي للهيئة المستقلة للانتخابات صلب جامعة تونسية لكرة القدم. الهيئة كانت معناها شافت المطلب، تبحث محتوى المطلب، وبالطبيعة ما كانش ثم سيربيز كبيرة للجواب نتاع الهيئة اللي هي قبلت بالطبيعة تنظيم الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي، مع العلم لأن النادي الإفريقي هو ان كلوب اومني سبور اللي هو متعدد الاختصاصات، ثم كرة قدم، ثم هون، ثم باسكت، ناتاسيون، فولي، البنات، انسي دو سويت. دونك ثم برشا جامعات يعني يخدم تحتهم النادي الافريقي، ينخرط بلوتو تحتهم النادي الافريقي، لكن علاش مشينا جامعه تونسيه كره القدم؟ دونك هذه نقطه استفهام زاده. دونك اي جو باس. دونك نتعدوا للبلاغ نتاع الهيئه المستقله للانتخابات اللي جاء فيه تبعا لاحاله صادره من الكتابه العامه لجامعه تونسيه لكره القدم بتاريخ 15 جوان 2020 بخصوص المراسل الوارده من جمعيه النادي الافريقي المتعلقه بطلب التعهد بالمسار الانتخابي للجلسه العامه الانتخابية لجمعية النادي الافريقي. اجتمعت المستقلة للانتخابات لجامعة تونسية لكرة القدم مساء اليوم يوم الاثنين 15 جوان، يعني في نفس النهار 2020، يعني بسرعة يعني تم درس الملف برئاسة السيد أحمد كندارة بحضور السادة مهدي بالحاج خليفة، محمد رضا كريم إلى آخره، وعمل بإحكام الفصل 66 من النظام الأساسي الفصل الأول المجلة الانتخابية لجامعة التونسية لكرة القدم. تقرر ما يلي: تصرح الهيئة المستقلة للانتخابات باختصاصها التعهد بالمسار الانتخابي المتعلق بالجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الأفريقي. 2. تتكفل الهيئة المستقلة للانتخابات بكافة مراحل المسار الانتخابي بما في ذلك بيع الانخراطات، يعني الجمعية باش تبيع لنا الانخراطات نتاع النادي الأفريقي نتاع الجمهور، بما في ذلك بيان الانخراطات المخولة للمشاركين في المشاركة في العملية الانتخابية للجلسة المذكورة. ستصدر ثالثا، ستصدر الهيئة المستقلة للانتخابات في الإبان سامحوني بلاغات توضيحية بخصوص كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الأفريقي. دونك رجعنا للسيناريو اللي جاي بيها عبد السلام اليونسي. هو جاء بالطريقه هذه يعني عن طريق جلسه عامه كان نظمتها جامعه تونسية لكرة القدم. الاشكال الكبير انه يولي يقلق في جمهور نادي الافريقي اللي هو مره اخرى باش نعملوا انتخابات من غير عرض التقرير المالي والادبي. هذا اشكال كبير، يعني احنا من 2010 ما ثم حتى تقرير مالي تعدى وصادق عليه مراقب الحسابات، الى حد الان ما ثم حتى واحد، وتوا باش نعاودوا نعملوا انتخابات واللي باش جديد يترشح للانتخابات النادي الافريقي باش يدخل يعني قطوس بشكاره ما يعرفش بالضبط شنو موجود، شنو هي الاشكال، شنو هم الملفات، مبالغ بالضبط شنو هي، وهذا كل بين الرابور فينونسي اللي هو ماهوش موجود، يعني باش نبقوا في نفس المشاكل وديجا فيو، يعني تتعاود نفس الاحداث في النادي الافريقي. لكن نتبعوا ونشوفوا اسكو ثم كيفاش باش تتم العمليه، اسكو ثم مترشحين ولا لا، هذا باش نشوفوا في الايامات القادمه. وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول كان حاضر في بلاتو 9 سبور نهار 2 اللي تعدى، وكانوا سألوه على رأيه في اللي صاير في النادي الأفريقي، وعلى زاد على كيفاش جامعة تونسية لكرة القدم هي اللي باش تتكفل بالمسار الانتخابي في النادي الأفريقي. وزير الرياضة كان أكد بأن الوزارة ما عندهاش علم أوفيسيال، يحكي بطريقة أوفيسيال، ما عندهاش علم باللي ثم استقالات في هيئة عبد السلام اليونسي، لأنه سمعوا كناس كل عن طريق الإعلام كل شيء في بالهم اللي تم استقالات، لكن اوفيسيالمون ما وصلهم حد شيء. وهنا جوست معناه نفتح قوس، لانه القانون يفرض على كل مستقيل في جمعيه رياضيه خاصه اللي هو انه يعلم الكتابه العامه ياخذ فيها دي شارج، وبعد يزم يعلم الحكومه، يعني قبل كانت الوزاره الاولى في القانون، لكن تو تبدلت ولت، يعني الحكومه يزم يكون في علمها الكتابه العامه زاده في الحكومه اللي هي يزم يكون في علمها بالاستقالات باش تولي اوفيسيال 100%، وهذا ما تمش في النادي الافريقي. وكان اكدوا سامي المقدمي واكد بانه وقت هو كان ناوي باش يبعث لي دوكيومون اوفيسيال تمت اقالته. لكن يبقى سؤال هنايا، الاستقالات تمت نهار 1 جوان، علاش جمعتين كاملين سامي المقدمي ما بعثش الاوراق هذه سواء الوزاره، ولانه القانون ما يفرضش تبعث الوزاره، لكن يمكن تعلمها، لكن القانون يفرض ان تبعث للحكومه. دونك كان يتعين عليه انه يبعث باش تولي اوفيسيال. دونك من ناحيه قانونيه هنا المستقلين يعني لعب سامي يونسي عنده علاش يلعب. ان توكا
سي أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة يعني كان أكد لأنه الوزارة باش تتدخل في ما يخص نادي الإفريقي اللي هو ثم بيان باش يهبط ولا ثم قرار جديد باش تهبط من عند الوزارة بخصوص نادي الإفريقي، وكان أكد لأنه موضوع نادي الإفريقي اللي هو موضوع أمن دولة أمن عام واللي هو لازم يشوفوا فيه حل، وباللي لازم فرض القانون قانون الأساسي شنو يحكي ينص القانون الأساسي تاع الإفريقي هو لازم يتفرض في المرحلة هذه. نسمع زاد تعليق متاع أو تصريح متاع سي أحمد قعلول. نعم يعني هذا للأسف مشكل وطني، ونقول شيء أسف أنه جمعية بحزم النادي الإفريقي توصل للوضع اللي وصلته الآن، معناها أقل ما نقول فيه نحن في حالة متاع فوضى. نحن كوزارة ما حبيناش ندخلوا في هذا الموضوع بالذات، لأنه نحن جلسنا مع السيد رئيس الجمعية والسيد الكاتب العام سي عبد السلام رئيس الجمعية والسيد الكاتب العام، ولكن هذا كان تناولنا فيه فقط الإشكالات اليومية متاع الجمعية. نحن إلى حد الآن الوزارة لم تصلها بشكل رسمي استقالات اي عضو من اعضاء الهيئه المديره للجمعيه اللي استقالوا، معناها قانونيا الان بالنسبه للوزاره ما عنديش حتى دليل اللي فما واحد استقال بلها ان يكونوا تسعه او واحد. هذه نقطه اولى. نقطه ثانيه، ثم اليوم كذلك معناها انه الجمعيه قررت تلجا للجامعه لتكليفها ولتطلب منها أنها تشرف على الانتخابات. نفس الشيء سلطة الإشراف ناس هذا الأمر قاعدة تبع فيه من خلال الإعلام، يعني كل أطرش في الزفة سلطة الإشراف. لا ما احناش أطرش في الزفة أي يعني كل شيء احنا قاعدين نسمعه وقاعدين نتبعه باش ندخله من أجل أن يتم احترام القانون. ثم النظام أساسي هو القانون المنظم لعمل هذه الجمعية. نحن نطلب من الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع أن تحترم القانون هذاك الذي ارتضاه أو ارتضته الإرادة العامة متاع الجمعية. لذلك أنا في النقطة هذه لحد الآن ما عنديش رأي بالضبط، يعني هل التوجه اللي مشيت فيه الجمعية هو متطابق مع القانون واللي هو النظام الأساسي أو مخالف له. أنا مهما كان خلينا نكون واضحين، خلني باش يكون انا الكلام تاعي في ملف بهذه الخطوره، لانه ملف خطير، هذا ملف يمكن يرتقي ان يولي ملف امن قومي. ملف الافريقي ملف امن قومي. فنحن اليوم ما احناش باش نحافظوا على حياد متاعنا في متابعته، لانه هذا الاصل فيه، هذا هيكل رياضي يدير نفسه من خلال اليه التسيير الذاتي ومن خلال النظام الاساسي متاعه. الدوله تقوم بدور رقابي. ولذلك مطلوب نحن نطلب تقرير مالي وأدبي ونراقب عملية التصرف في الواحد، ولكن المنخرطين في هذا الهيكل هم الذين يعبرون عن إرادتهم بكل حرية من خلال جلساتهم العامة، كانت تقييمية ولا خارق العادة أو انتخابية. إذن المعيار متاع تدخل الوزارة إن تدخلت وستتدخل، يعني الآن واضح ثم سبب للتدخل نتاعها هو الفصل 66 هو أنه نضمن أنه القانون الأساسي أو النظام الأساسي للجمعية محترم، نقطة أولى. نقطة ثانية واللي هي سياسية، وهذا رأيي أنا الشخصي كوزير للشباب والرياضة وكأحمد قعلول، أنا نعتبر أنه الجمعية هذه ظلمت، لأنه فما شكون حب يستعملها باش تولي معناها رافعة له باش يكون عنده عدد معين من النواب في البرلمان او باش يبني حزب سياسي. انا رايي هذا ممنوع مهما كان الطرف السياسي والحزب السياسي او الطرف اللي عنده طموح ان يبني معناها كارير بوليتيك بارتيزان على حساب الجمعيه هذه، لانه باش يضرها في النهايه مهما كانت الوعود التي يقدمها، مهما كانت الاموال التي سيمنحها الجمعيه هذه. معناها مش معقول النادي الافريقي وما ادراك يوصل للوضع اللي هو عليه الان بهذا السبب. فما زوز معايير إذا لتدخل وزير الرياضة أحمد قعلول والوزارة بتاعه والحكومة هم هذين، فمعيار قانوني نضمن
انه الانتخابات اللي باش تتم في اطار القانون والمعيار الاخر انه حقيقه الناس باش تشد الجمعيه هذه تكون يكون ولاد الجمعيه ودمهم الجمعيه نتاعهم مش حاجات اخرى. بعد وزير الرياضه كان دخل حامد المغربي على جامعه تونسيه كره القدم واللي كان وضح كيفاش خذات جامعه تونسيه كره القدم والهيئه المستقله للانتخابات ملف تكفل يعني بتنظيم الجلسه العامه الانتخابيه للنادي الافريقي، وكان حاد شويه في كلامه وحكى على انه ذيك القوانين تاع جامعه تونسيه كره القدم ولان النادي الافريقي منخرطه مع جامعه عند جامعه تونسيه كره القدم يطبق على قانون الجامعه، والجامعة عندها الحق ان تنظم انتخابات نتاع الانديه، ولانه ثم 15 نادي نظمت لهم جامعه تونسيه لكره القدم الانتخابات نتاعها. نسمعوا تصريح حمد المعلم. والله جملة من النقاط سعاد اللي حبيت نعرج عليهم من خلال ما كنت أشاهده. تفضل. أولا شعرت وأنا نتفرج كأنه الجامعة تسطو على اختصاص مش اختصاصها، وكأني بالأمر احنا مشينا للنادي الإفريقي باش ننظموا له علوة الجلسة العامة نتاعو. هذا راهو أبعد ما يكون، راهو معناها لو كان جاء في النادي الإفريقي فما لجنة مستقلة للانتخابات وكان جاء عندها جلسة عامة عادية لما اضطرت الجامعة إلى أن تطلب الملف من عند أحد المنخرطين. ونحب نقول حاجة عادلة هنا، أنه راه فما قانون النادي الإفريقي راه منخرط وينطبق عليه القانون الأساسي للجامعة، ولهنا اللجنة المستقلة للانتخابات راهم صادقين عليها القانون الأساسي عدد 66 صادقين عليه في زوج جلسات عامة، والفيفا مصادقة عليه راه ماهوش فتو. يعني السيد المندوب اللي كنت نستمع أنه يقول انه ما عندهاش الحق الجامعه ولا اللجنه المستقله للانتخابات تتكلم كلام هذا، انا نستغرب كلامه ويقول انه السيد المندوب يلزم يضلع في القانون قبل ما يتكلم. هذا انسان يمثل معناها سلطه الاشراف ويمثل الدوله، ما يسمحش لنفسه باش يتدخل بالطريقه هذه وهو غير متضلع في القانون، ويلزمه يفهم ان النادي الافريقي منخرط في الجامعه التونسيه لكره القدم، وراه القانون الاساسي للجامعه عدد 66 فيه انه لجنه مستقله للانتخابات وهذا مصدق عليه من طرف الفيفا. دونك يراجع معلوماته هذه اولا. ثاني حاجه بربي سي عادل، نحس هكا كانه راه فما شجب معناها والعباد هكا كانه معناها تلوم على الجامعه. انا نحب نذكر احباء النادي الافريقي انه راهو لو كان مش الجامعه، الجامعه معناها تدخل الجامعه في الفتره الفارطه النادي الافريقي ما لعبش راهو رابطه الابطال، وراهو الجامعه دفعت 5 مليارات للنادي الافريقي، صحيح استرجعت منهم 2 مليارات وثلاثه ولكن جابت فكره ب 6 مليارات زاده. مجموعة متاع 11 مليار في وقت من الأوقات، شكون ينجم يقدمهم هذوما؟ قدمهم حتى حد راهو، هذوما جابتهم الجامعة. وليناش نلوموا على الجامعة اللي جات تحل في مشكل وتتدخل لفرض إشكال، يا أخي بلاش كنا قاعدين احنا مشينا للنادي الإفريقي بدير حبينا نفسه على اختصاص الناس. هذوما سي عادل معناها النادي ما فماش مسؤولين طلبوا، وهذا حسب القانون أي منخرط عنده الحق باش يطلب من الجامعة أن تنظم الجلسة العامة نتاعو. والهيئه المستقله للانتخابات تقبل ذلك، وعلاش ما تقبلش؟ وهنا فيها احنا سي عادل حتى في البلاتو نتاعك، اذا كان يحلوا مشكلتهم ويحبوا يتراجعوا معناها يمكن ينظموا جلستهم العامه وما فما حتى اشكال. الجامعه سي عادل 12 فريق في الفتره الفارطه عملت لهم الجلسات العامه بما فيهم الجلسه العامه نتاع جي اس كاك انت تذكرها اللي حضروا فيها اكثر من 2000 منخرط. صحيح. ماناش قاعدين نطفلوا واحنا نخدموا في خدمه اللي هي قانونيه ونضمنوا الشفافيه والحياد. اللي مش عاجبه الخدمه هذه نتاع الجامعه ويحب يتراجع مرحبا، هو يقول القائل احنا شنو التدخل نتاعنا مش يكون؟ مو مش يكون في اطار القانون واللي غامين الشفافيه. واضح. وما تدخلنا الا وقت لقينا فما مشكل يلزموا يتحل. اما اذا كان الناس عندهم حلول اخرى ينجموا يحلوهم، راه ما عندنا حتى اشكال. يعطيك الصحة. احنا سي عادل التدخل نتاعنا راه لا يستحق الشجب، راه عيب. يفترض انه الناس تشكر الجامعه على التدخل نتاعها اللي لو كان ما تتدخلش ممكن النادي الافريقي الفريق العريق هذايا ممكن يمشي للاضمحلال.